السلام عليكم. نبدو في مراجعة المعمل الأول اللي هو related to the skull, النورما frontalis والنورما superioris والنورما lateralis والنورما basalis. اللي يهمني أنا نعرف structure of the skull, مش الأسماء البون في حد ذاته, بس الأكثر أهمية بالنسبة لي نعرفه الميجر ستراكشرز اللي هم ينزلوا في الأسئلة بتاعت الامتحانات. والله نعرفوا كيف إن السكال هذه فيها فورامينس أند أوبنينج, كان ترانسميتد للنيرفز أند فيزلز. فور إكزامبل في النورما فرونتاليس أنا يهمني تعرفوا إن في سوبيريور أوربيتال نوتش أور سوبيريور أوربيتال فورامين, هذه بمر منها سوبيريور أوربيتال نيرف أند فيزلز. برضو تحت العين عندي من هنا الانفيريور اوربيتال فورامينا, حيمر منها الانفيريور اوربيتال نيرف اند فيزلز في نفس الاريا هذه مع معمل الاوربت. تعرفوا ان في حاجه اسمها البوني اوربتس والبارتس اللي كوننا ليا, شن هو الروف, شن هو الفلور, شن هو الميديال وول, وشن هو اللاترال وول. از دنتست لازم تعرفوا ان عندي هنا هي بروز يسمى الكاناين امينس, وفي كاناين ديبريشنز اند incisive and incisive depressions. This is the incisive depressions, or this is the canine depressions. الجزء العالي اللي هو نسمو فيه canine eminence. برضو عندنا في نفس الجزئية هذه within the mandible عندي فتحة مهمة اللي هي mental foramina. This is the mental foramina, or passing through it the mental nerve and the mental vessels. هذوما هما الميجرز فوراميناز اللي أنا يهموني وstructures within the نورما فرونتاليس. نجو بعدها للجزئية اللي هي النورم الكاب اوف ذا سكال ولا الفولت اوف ذا سكال. حتلقوا ان هو اتس نوت وان بيس, اتس جروب اوف بونز, فرونتال بون, بارايتال بون اند اوكسيبيتال بون. تمام. ويهمني برضو تعرفون ان في سوتشرز بيناتهم, ففي الاريا اللي هي فيها ميتنج اوف ذيس سوتشرز which is called برغما and the posterior one which is called lambda. في البيبيز كانت مازالت مفتوحة وكان اسمها anterior fontanel posterior fontanel. الانتيرو fontanel تسكر وتجد برغما على الايج بتاع 18 month اللي هو سنة ونص, واللامدا تتسكر وتقعد البوستيريو فونتانيل ترانسفورمد انتو لامدا ات ذا ايج اوف 6 مانثس. وهذه مهمات, وتعرفوا ان هذه كان شكل بتاعها دايموند اند ذا اذر وان واز تريانجولار ان شيب. تمام. نجو للميجرز بوينت هنا, الهايست بوينت هنا ذيس از اكسترنال اوكسيبيتال بروتربرنس اللي هي الهايست بوينت اوف ذا اكسترنال اوكسيبيتال كريست. تمام. عندي من قدام تو فرونتال إيمينس اللي هن البوريزين اللي قدام اللي قاعدات في الفور هيد. برضو لازم تعرفوا ان المنطقة بتاعت الميتينج هنا which is called nasions, والاريا اللي فوق منها which is called glabella. هذوما هما الميجر ستراكشرز اللي انا حنطالبك فيهم في اللاب بتاع الاسنان الاول, شنو الريليشنز بتوين السكال اللي خذيناها والبون والسكالب اند فيس نيرف سبلاي اند نيرف سبلاي اند بلاد سبلاي. فانا يهمني تعرفوا الفورامينس, تعرفوا شو معنى اوربت, شو معنى نيزل كافيتي, الكناين وهذينا مهمة الكم في الأسنان في اللوكال أنستيزيا, تعرفوا البريغما وتعرفوا اللمدة. هذين هن الميجرز بوينت اللي انتم مطالبين بيهن.